اعتمدتي بحياتك على الحظ؟ لا لا والله يا خالتي، انا اعتمدت على الحظ، اعتمدنا على العمل، على الشغل، على التعب، على الكيد ورا الاولاد، علمنا ودرسنا وكبرنا هالشباب الحمد لله. شو رايك انت بالحظ؟ ما انا ما كثير عندي قناعه بهالامور، هي من عند الله، كله اللي بيجي محلى، هيدي قناعاتي. بيقول الله اسعى يا عبدي لاسعى معك، ما رح ضل قاعده انا وبعدين يجي الحظ لعندي بدون ما اقوم اتحرك. كل واحد له حظه بهالحياة، بالنهايه بيخلق الانسان بيخلق حظه معه. بيقول هو اهم شيء انه يجهدي ويعمل بصدق واخلاص، ويكون الانسان صادق اهم شيء، ويحب العالم، شغلتين الصدق والحب. حلفك الحظ بحياتك؟ والله كحظ الحظ يعني شغله نادره، هي هو الاساس العمل طبعا، عمل الانسان، عمل الانسان هو اللي حلبنا. اما الحظ، حظ شو الحظ؟ ما هو كل شيء، يعتمد يشتغل يعني يسعى بحاله بيلاقي حظه حلو، يعني ما يضل قاعد ناطر 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 حظي حظي حظي، لا ما بصير، بده يدور، بده يشتغل، بده يركض ورا حاله ويأمن حاله، وقت بيطلع حظه حلو بجنن، واحلى من هيك ما راح يلاقي. هلا صار عمري 65 سنه، ما ولا يوم الواحد اعتمد على حظه. ليك على شو بيعتمد الواحد الانسان؟ على اجتهاده، على كفه، على قدرته.